فأنا أريد أختصر لك. أي أختصر حتى إحنا يعني نعرف بالنسبة إلى. أما القضية الثانية التي سأتحدث عنها وأسلط الضوء عليها، هي في كيفية إعداد شاهد الزور الرئيسي بعد مساومة رخيصة على أن يحكي قصة ملفقة 100% عن دور لي ومهام قمت بها منذ اليوم الأول لحادث الدجيل، وهو حادث التعرض لموكب الرئيس وهو يزور مدينة الدجيل، لكي أعتبر متهما في هذه القضية في المراحل الأخيرة من التحقيق بعد أن تم حسم المساومة مع هذا الشخص وهو وضاح الشيخ. لأنه كما هو معلوم لجميع المطلعين في حينه والمسؤولين بأني لم أكلف بأي واجب من قبل الرئيس تجاه هذه القضية، وكذلك لم يكلف أي عضو قيادة أو عضو مجلس وزراء بأي مهمة مباشرة، بما فيهم وزير الداخلية اللي كان أقرب وزير للعمل الأمني لم يكلف بواجب تجاه هذه القضية. وبالتالي فإني لم أقم بزيارة لموقع الدجيل في اليوم الأول من الحادث ولا في اليوم الثاني كما قيل في بداية الأمر من قبل وضاح وبعض الشهود. كما هو معلوم سيد القاضي، في يوم 28/6/2004 تم إحالة 11 مسؤولا وعلى رأسهم الرئيس إلى محكمتكم هذه، وبلغوا بالتهم الموجهة إليهم وكنت أنا أحدهم، ووجهت إلينا تهم مختلفة ومنها تهمة تخص قضية الدجيل، ولم أكن من بين من وجهت إليهم هذه التهمة، بل وجهت إلي تهمة أخرى، ومنذ سنة ونصف لم يحقق معي بشأنها سوى لجلسة واحدة لم تستغرق أكثر من ساعة واحدة. وحسب ما علمت يقينا أن المرحوم وضاح الشيخ تم اعتقاله من قوى القوات الأمريكية في شهر 8/2008 كذلك، وواضح جدا كان سبب اعتقاله هي قضية الدجيل. وبعد التحقيق معه والاطلاع على دوره بحكم موقعه المختص في جهاز المخابرات، وقد تبين بأنه دور رئيسي إن لم يكن أساسي في الجانب التنفيذي في هذه القضية، بدأت مساومته إن كان لديه الاستعداد أن ينفذ ما يرغبون سيتحول إلى شاهد فحسب، إضافة إلى إغراءات أخرى منها إطلاق سراحه ومنها مساومته في موقع في الدولة الجديدة، فقبل هذه المساومة لضعف معروف في أخلاقيته. ولا أقول مجرد اتهام سيد القاضي، بل أقول لكم سيد القاضي دققوا أسباب طرد وضاح الشيخ من جهاز المخابرات عام 84 والحكم عليه لمدة 27 عام، ستجدون أن هكذا إنسان لا تتوفر لديه الشروط المطلوبة للشاهد قانونا، فقد قبل هذه المساومة مقابل أن يتحدث كشاهد لكامل القضية وفي المقدمة أن يسرد قصة متكاملة عن طه ياسين ودوره في قضية الدجيل ومنذ اليوم الأول، وبعدها نقل إلى من معتقله هذا الغرض. وعندما بدأ التحقيق سيد القاضي في قضية الدجيل مع من أحيل بسببها وأنا لست منهم، وكما بدأ التحقيق مع الآخرين ومعي في قضايانا الأخرى، وفي يوم عاد السيد برزان إبراهيم من التحقيق بشأن قضية الدجيل حيث كان محالا فيها، وبعد الجلسة الثانية حسب ما أعتقد وكنا نحن في قاطع واحد كما هو معروف، وجدته يتحدث عن التحقيق الذي جرى معه استكمالا للجلسة الأولى التي جرت معه قبل أيام والأسئلة التي طرحت عليه، وأبدأ استغرابه عما يتحدث به وضاح الشيخ من أمور غير دقيقة ومزورة. بالإضافة إلى ذلك قال بأن قاضي التحقيق الرائي الجوحي طرح عليه سؤال يقول فيه بأن الشاهد وضاح الشيخ يقول بأن طه ياسر رمضان قد حضر موقع الحادث في الدجيل في اليوم الأول، وكما حضر السيد برزان إبراهيم وسعدون شاكر وسمير عبد الوهاب ومدير الأمن العام وآخرين من مسؤولين عسكريين ومدنيين، وأن طه ياسر رمضان قد التقى هناك بالسيد برزان نفسه وتحدث معه حول الموضوع. وقال السيد برزان للمحقق بأن السيد طه ياسر رمضان لم يحضر الموقع لأن لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني الذي حضرنا فيه. بعد أن انتهى السيد برزان من حديثه حول التحقيق أعلمت الأخوة الحضور
إن هذه الكذبة الواضحة تدل على أن هناك خطة لاتهام بهذه القضية وسأستدعى للتحقيق. استغرب الحضور من قولي حيث كيف هذا، وقالوا نحن جميعنا نعرف أن سيادة ليس لك أي صلة بهذا الموضوع، وإذا استدعيت ستستدعى للتأكد من هذا القول من قول وضاح الشيخ. قلت لهم كلا، لأني ما سمعته من تلفيقات أخرى قد ذكرها وضاح الشيخ، وقرار تحويله من شاهد من متهم إلى شاهد ولم يقدم كمتهم كما هو معروف، لأن القاضي عندما سأل السيد برزان عن حضوري لم يقل له بأن المتهم وضاح الشيخ قال هذا، بل قال أن الشاهد وضاح الشيخ قد ذكر حضور السيد طه ياسر رمضان موقع الحادث. أصبح يقينا لدي بأني سأستدعى كمتهم، وفعلا بعد يومين استدعيت للتحقيق، وعند حضوري بناية التحقيق طلب مني الدخول إلى غرفة المحقق فورا. رفضت الدخول قبل أن ألتقي بالمحامي، وعندما وجدوا إصراري على ذلك تم استدعاء المحامي، وقيل لي بأن اللقاء لا يزيد عن 5 دقائق. وبعد السلام على المحامي، وكان في حينه المحامي مجيد السعدون، قلت له ما هو موضوع التحقيق؟ قال لا أعرف ولم أبلغ، ولا فقط بلغت بالحضور، ولكن أعتقد أنه حول قضية 91 التي أنا محار فيها. قلت له كلا، أن الموضوع جديد وهو موضوع الدجيل، وذكرت له ما ذكره عني وضاح الشيخ والسؤال الذي طرح على السيد برزان. وكما يظهر أن قاضي التحقيق رأي الجوحي قد أعد المتهم وضاح في هذه القضية، وبعد انتهاء الحديث من المحامي على عجل دخلنا إلى قاضي التحقيق، ودون أن يبلغني سابقا وحتى في هذا اللقاء عن إحالتي بتهمة قضية الدجال كما هو السياق في كل الإحالات الأخرى معي ومع الآخرين. على الفور طرح علي الأسئلة التالية، قال لنعود بالذاكرة إلى عام 82 وما حدث في مدينة الدجيل، حادثة التصدي لموكب الرئيس. يقول الشاهد وضاح الشيخ بأنني قد حضرت موقع الحادث في الدجيل في أول يوم الحادث، كما حضر كل من برزان وسعدون شاكر ومدير الأمن وسمير عبد الوهاب وآخرين، وإني التقيت بالسيد برزان وتحدثت معه بشكل خاص حول الموضوع. والسؤال الثاني، يقول الشاهد وضاح الشيخ بأنه في اليوم الثاني أو بعد أيام شكلت لجنة برئاسة أمنية لمتابعة شؤون التحقيق من خلال رؤساء الأجهزة الأمنية. والسؤال الثالث، يقول الشاهد وضاح الشيخ أنه قد تشكلت لجنة بعد فترة برئاستي قامت بتجريف بساتين الدجيل. هذا بإيجاز الأسئلة الثلاثة وجوهر الأسئلة التي طرحت علي والتي يذكرها عني وضاح الشيخ.